السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة بلوزة طويلة للمحجبات، وممكن يلبسوها حتى اصحاب اللباس الشرعي مع العباية. كيف ما كتشوفوا هنا عندي توب فيه مترين باش ديروا هذا الموديل، هذا طويل تحت الركبة، غادي تحتاجوا المترين ديال التوب. عندي هذا التوب، هذا داير بحال الخيط وهو شوية خيط على كريب، يعني كنظن انه كريب يمكن، ولكن فرطوا بيا ديرو بحال الخيط. تنيت التوب على اثنان كيف ما كتشوفوا من الجهه ديال الطول، يعني الجهه اللي فيها الحاشيه، وغادي نعاود نثنيه على أربعة، وخليت 6 سنتيم للازرار في الجهه ديال الامام. البنات اللي شويه يعني لاطاي ديالهم كبر من ال يعني الاكس ال، فغتفصلوا الطريقه ديال الجلابه يعني الداخل في الخارج، ما غتفتنيوش التوب على أربعة هكا. اذا هنا وضعت القياسات ديال الكتف، هاد لاطاي اللي غادي تلبس غتلبس لاطاي الام والال. درت 20 سنتيم في الكتف ونزلت من وحدة 8 سنتيم ديال العنق، ونزلت من الكتف ب 3 سنتيم، هذه قاعدة. وغادي ننزل بطول التركيز كذلك 20 سنتيم ونحدد نقطة. بالنسبة لعرض الصدر غادي ندير 25 زائد سنتيم للخياطة، هي 26، وكنحدد نقطة ديال خط الصدر. وهنا كنرسم زاوية قائمة بهذا الشكل هذا باش يسهل عليا رسم دورات التركيز بلا ما تحتاجوا المسطره ديال البيستولي. من بعد غادي نوضع طول الحزام او الارتفاع الخصر، عندي فيه 42، نحدد نقطه. هاد النقطه هي المكان اللي غنوضعوا منه عرض الخصر او عرض الحزام، عندي فيه 24 زائد سنتيم للخياطه، هي 25. وبطبيعه الحال ما كنحسبوش داك المسافه ديال 6 سنتيم من الازرار، ما كندخلوهاش في القياسات، كنرسمو خط ما بين النقطه ديال الحزام ونقطه الصدر. من بعد غادي نوضع طول الشوميز. طول الشوميز تقريبا وضعت فيه 1.20 متر، يعني جا طويل تحت الركبه بزاف. بالنسبه للعرض ديال البلوزة، فانا درت العرض اللي بقى ليا في التوب، يعني تنيت التوب على أربعة، داك العرض اللي بقى ليا هو اللي درته. وغادي ندير فيها فتحة كبيرة باش ما هكا ما تعذبش في المشية، غندير فتحة كبيرة يعني الفوق الركبة باش هكا داك العرض ديال البلوزة ما يعذبنيش في المشي. صافي، وغادي نسير بخط ما بين عرض البلوزة من الأسفل لنقطة الحزام بهذا الشكل هذا، وكنطلعوا من الجوانب يعني من الاسفل ديال البلوزه، كنطلعوا من الجوانب باثنان سنتيم باش ما يجيوناش طايحه. صافي، من بعد غادي نقطع، وقبل غادي ننزل في العنق ديال الخلف باثنان سنتيم. وبالنسبه لعنق الامام غادي نديرو التعديل من بعد ما غادي نقطعو، غادي نديرو التعديل على العنق الامام وكذلك في التركيز ديال الامام. بالنسبه للعنق نزلنا فيه ب 2 سنتيم، غادي نزيدو ننزلو فيه ب 5 سنتيم، هي 7 سنتيم باش يجينا الكول شوميز شويه طالع. ممكن تنزلو ديرو في المجموع 8 او لا 7 سنتيم فقط باش تجيكم الكول شوميز شويه طالع، ما يجيكمش هابط بزاف. صافي، هنا درنا التعديل على التركيز ديال الامام، دخلنا ب 1 سنتيم او لا 1.5 سنتيم في المنتصف. التوب اللي بقى ليا تنيتو على 4، وغادي نفصل الاكمام نفس القياس اللي درت في التركيز هو اللي وضعت الفوق، ونزلت من الجانب ب 13 سنتيم، هذه قاعده. وكنحسب هذا الخارج اللي جاني هنا في هذا الخط هذا، كنقسمو على 2، من بعد كنقسمو على 4. الجهه العليا كنطلعو بسنتيم، والجهه السفليه كنهبطو بسنتيم، وكنرسمو الدوره ديال اولا التقريره ديال الكم بهذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للطول ديال الكم، انا غادي ندير واحد الموديل اللي هو الكم بالسيور، فانا زدت تقريبا واحد 8 سنتيم على الطول ديال الكم. بغيتو ديرو كم عادي كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لعرض الكم درت 14 سنتيم، بيجيني شويه الكم واسع. صافي، من بعد غادي نسير بخط بهذا الشكل هذا، غادي نقطع الكم وندوزو نشوفو طريقه الخياطه. اول حاجه في الخياطه هي اننا غادي نخيطوا المرد ديال الازرار. هنا كنحسبوا 6 سنتيم
كنعلموها. وهنا هذا هو الوجه ديال البياسة، كنتنيو داك 6 سنتيم على 2 وكنتنيو نصف سنتيم على الوجه. شوفوا معايا الطريقة، كنثبتوها بواحد البانكا، يعني داك المسافة ديال 6 سنتيم كنتنيوها على 2 ونصف سنتيم كنتنيوه حتى هو بهذا الشكل هذا، وكنخيطو على بعد سنتيم من الأعلى، وغادي نقلبوها للداخل. شوفوا معايا كنفتحوا هاد السنتيم اللي خيطنا من الأعلى، باش الجهة اللي بقات لينا في الرقبة غادي نركبوا عليها الكول شوميز. شوفوا معايا كي كيجي، باش منين نركبوا الكول شوميز غادي يجينا يعني المرض الأزرق مفيني. هنا صافي كنتنيو داك 6 سنتيم على 2 كما درنا الطريقه في الاول، وكنتنيو نصف سنتيم باش نفينيو الخياطه الا كنتو ما دايرينش السوجي، وحتى الا كنتو دايرين السوجي فمن الاحسن تنيو داك نصف سنتيم باش هكا البياسه كتجي مفينيه من الداخل. صافي كنخيطو على الطول ديال الشوميز، نفس الطريقة كنديرو حتى الجهة الثانية. من بعد ما خيطناهم غادي نجمعو البياسة ديالنا من الكتفين، كنوضعو القطع ديال الأمام بهذا الشكل هذا، وكنجيبو القطعة ديال الخلف كنوضعوها على القطعة ديال الأمام، الوجه على الوجه، وكنخيطو على بعد سنتيم الكتفين. من بعد غادي نخدموا الكم ديالنا، شوفوا معايا عاد غادي نركبوه الكم. جيت حددت المنتصف ديالو من الدوره ديالكم، وجبت هنا شريط العرض ديالو 4 سنتيم و2 سنتيم متنيه من الجوانب، وكنوضعو على الوجه. هنا انا وضعت هذا الشريط على الوجه، درت السيور على الوجه، انتما ممكن ديروهم من الداخل ما يجيوش باينين، ولكن ما عرفتش انا عجبوني على الوجه. من الاسفل كنخليو 4 سنتيم ديال الكفه ديال الكم. صافي كنوضعوه بهذا الشكل هذا، كنثبتوه كنخيطوه من الفوق، ما كنبعدوش سنتيم، يعني كنخيطو على الحافه ديال الشريط. من بعد هنا جبت هذا الشريط هذا اللي خيطته، يعني شريط العرض ديالو 2 سنتيم كنتنيو على 2 وكنحصلوا على واحد يعني بحال الشكل ديال الخيط او لسيور. كنحددوا المنتصف ديالو وكنجيبوه كنوضعوه هنايا، كنقلبوا داك الشريط بهذا الشكل هذا، وغادي نخيطو في المنتصف ديال الشريط بحال هكا. يمكن هاد الطريقة شاركتها معكم واش في قناة هادي ولا القناة الثانية اللي كندير فيها التشطيبات اللي باللغة الإنجليزية. غادي نخلي لكم المهم هاد الكم بالتفصيل في الفيديو في أول تعليق اللي ما فهمتوش. صافي من بعد كندخل داك السيور في هذيك الجهة وكنخيط من الجانب، يعني ما كنخيطش على بعد سنتيم، غير كيف نشد التوب بالخياطة هانتوما شفتوا معايا كيفاش كيجي. المهم هاد القطعه هادي ديال التسيور كدار من الداخل، ولكن انا قال لي راسي نديرها يعني من الفوق، عجبتني على الوجه. اما هي الطريقه ديالها كتسدار من الداخل وكتسدار حتى من الفوق، شفتوا بعض الموديلات كاينين على الوجه، يعني باش ما تقوليش شي وحده راه لا درتيها خاطئه ركبتيها، انا عجبتني يعني تجي على الوجه باينه. صافي كتجي بحال هكا منين كنزيروا الكم بهذا الشكل هذا. داكشي علاش قلت لكم تزيدوا في الطول ديال الكم، لان منين غادي تزيروا هاد السيور غادي ينقص لكم الطول ديال الكم. صافي كيجيو بحال هكا. دابا غادي نركبوا الكم ديالنا بالطريقه العاديه وكنخيطوا على بعد سنتيم، هنا جاني الكم شويه كبير على الدوره ديال التركيز، لان كان الكم يعني الثوب جي الكم ما كانش محد مصلوح مزيان، فقلت بلا ما ننقص فيه غادي ندير شويه ديال لي بلي في الكتف. هنا داك الزياده خليتها في المنتصف ديال الكتف ودرت بهم دي بلي، كيجي الشكل ديالهم زوين. نتوما الا بغيتو ديروا لي بلي كثار في الاكمام راه سميتو غادي تزيدوا يعني في القياس للكم
اكثر من التركيز. اولا ان شاء الله دابا نشرح لكم الطريقه ديالكم اللي كيجي فيه لي بلي في الكتف المنفوخ، يمكن سبق لي ودرتو، ان شاء الله نعاودو معكم في فيديو قصير هكا. صافي كنحاول داك الزياده نجمعها على شكل بليات صغار وكنخيط. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالكم، شتي كيجي رائع من الجهه ديال الكتف، يعني داك لي بلي. صافي من بعد غادي نجمع البياسه ديالي من الجوانب بالطريقه العاديه كيف ما شفتوا. بالنسبه لكل شوميز ما شرحتوش لكم في الفيديو، اللي كيف ما كتعرفوا راني شارحه في فيديو خاص بالتفصيل يعني للمبتدئين ولاي وحده كيجيها الكل شوميز صعيب. غنخلي لكم حتى هو في اول تعليق هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، يعني يعني كل معلومه خصها وقتها باش نشرحها مزيان، فانا كنشرح داك التفاصيل ديال التشطيبات في فيديوهات خاصه باش يجيوكم ساهلين. هنا خليت تقريبا يعني 30 سنتيم في الفتحه ديال البلوزه، يعني درتها طويله، اصلا الموديل طويل يعني كيجي تحت الركبه غادي تشوفوه ملبوس. صافي هنا غادي نفيني داك الفتحه، كانت 2 سنتيم وكنبقى طالعه بالخياطه. فاش كنوصل للنهايه ديال الفتحه كندور سنتيم بهذا الشكل هذا وكنكمل الخياطه في الجهه الثانيه. طبيعه الحال البياسه غادي ندير لها السرجين بعد ما نساليها بالخياطه باش هكا ما تاخذليش وقت بزاف. صافي وغادي نركب الكول شوميز كي قلت لكم. شوفوا معايا الفتحه كيفاش كتجي مفينيه واحترافيه. غادي ندير 2 سنتيم عطفه ديال البياسه من الاسفل، وكذلك الاكمام كنتني فيهم 2 سنتيم ديال العطفه، وندير الفتحه ديال الازرار. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلوزه، ممكن تلبسوها مفتوحه بهذا الشكل هذا. شوفوا الكميمات كيفاش كيجي الشكل ديالهم رائع، كيجيو بحال هكا. وهكا ممكن تلبسوها مسدوده، كيجي الشكل ديالها انيق ورائع. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه، وما تنساونيش من دعائكم، ونتلاقاو فيديو جديد.